يقول: عندما يعطس الطفل الذي لا يتجاوز عمره السنة جرت العادة عندنا أن نقول له يصلحك الله، فهل هذا ثابت فيه شيء أو فهل فعل؟ لا أعرف على هذا العمل دليل في السنة ولا أيضا في فعل السلف فيما اطلعت عليه، ولكن يعني بعض أهل العلم قالوا يحمد عنه، لأن هذه نعمة حصلت لابنه الذي لم يميز ولا يتمكن من الحمد أو لا يحسن الحمد، فيحمد عنه على هذه النعمة التي حصلت له. فبعض أهل العلم قالوا ذلك، وبعضهم قال يدعى له بالبركة، بعض أهل العلم قالوا يدعى له بالبركة، ويعني هذا مما ذكره أهل العلم في المسألة. أما في السنة فلما أقف شيئا على يعني صريحا في هذا الباب، لكن ربما أن ما ذكرت يستفاد أو يستدل له ببعض العمومات في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.